الخير مشاهدينا الكرام، مع حضراتكم على مدار ساعة ونص تقريبا في لقائنا المتجدد في برنامج من القاهرة. وكما عودناكم دائما بيكون في فترة إخبارية كمحطة أولى في متابعتنا في البرنامج، بالإضافة إلى وقفتين حواريتين النهاردة. الوقفة الأولى نتيح من خلالها قراءة في المشهد الاقتصادي على خلفية مرور عام على تحرير سعر الصرف، وكيف يقرأ ذلك في سياق خطوات الإصلاح الاقتصادي اللي مصر ماضية فيها قدما، وإزاي كان في انعكاسات على الاقتصاد وعلى الاستثمار في مصر، وربما القضاء أيضا على ظواهر سلبية لعل أبرزها القضاء على السوق السوداء، ظاهرة السوق الموازية للعملات اللي ظلت سمة مؤرقة لسنوات، إلى بأي قدر تم التغلب عليها، وإيه المنتظر في الفترة القريبة القادمة فيما يتعلق بهذه الأصداء، حتى يعني نشعر كمواطنين نحن نجني ثمار هذه الخطوات من أجل الإصلاح الاقتصادي. دي أول وقفتنا الحوارية مع حضراتكم في من القاهرة، والحقيقة كمان هيكون في وقفة تانية مهمة جدا، وإن كانت ليست بعيدة عن البعد الاقتصادي لها علاقة وثيقة بقطاع الزراعة اللي بيعتبر قطاع حيوي جدا بيصب في الاقتصاد المصري، وزراعة 1.5 مليون فدان قمح بطريقة المصاطب. التجربة نجحت بشكل كبير جدا في محافظة الشرقية، بالتأكيد في تطلع إلى تعميم هذه التجربة والاسترشاد بها من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المحصول الزراعي اللي بيعتبر أيضا مهم جدا بالنسبة للمواطن المصري. هنتعرف على فوائد هذا الأسلوب في الزراعة، الموعد المناسب لزراعة القمح بهذه الطريقة، ربما أيضا الطريقة المثلى للتعاطي مع بعض السلبيات اللي ممكن تكون بتشوب الطرق الأخرى التقليدية، والاستفادة من الدروس لتعظيم الاستفادة وإنجاح هذه التجربة بنسبة كبيرة جدا ترقى إلى تعميمها في القريب العاجل بإذن الله. بالتأكيد تابعنا مع حضراتكم العملية الناجحة اللي قامت بها القوات المسلحة، والإعلان في بيان رسمي عن القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة في استهداف عناصر الشرطة في حادث طريق الواحات، ثأرا لشهداء الواجب الوطني. من الأخبار السارة وصول نقيب الحايس إلى إحدى مستشفيات القوات المسلحة بعد تحقيق القضاء على هذه العناصر الإرهابية المتورطة في هذا الحادث المؤسف، وبعد أن تم النجاح من قبل قواتنا المسلحة الباسلة في تحرير النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية، وصل بسلامة الله إلى أحد المطارات العسكرية يرافقه عناصر من قوات الصاعقة. وذكر البيان أنه تم نقل النقيب الحايس إلى إحدى المستشفيات العسكرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. في إطار العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة والتي أسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، تم تحرير النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية، وقد وصل بسلامة الله إلى أحد المطارات العسكرية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات العسكرية لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا سعادة اللواء الدكتور طلعت موسى، أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك. يعني بالتاكيد الحديث يطول، هنحاول نختصر قدر الامكان عن العمليه الناجحه اللي قامت بها قواتنا المسلحه واللي نجحت خلالها في القضاء على كثير من العناصر الارهابيه اللي ارتبطت اسمائها بحادث الواحات، وايضا يعني النجاح في تحرير سياده النقيب محمد الحايس من ايدي العناصر الارهابيه، ونامل ان يتم الله له الشفاء في القريب ان شاء الله. اتفضل يا فندم. ان شاء الله. بدايه انا بهني شعب مصر بالكامل بعوده البطل النقيب محمد الحايس، والاخذ بالثأر لشعب مصر من الارهابيين لشهداء عمليه الواحات. أنا بأثمن وأعظم من بطولة وشهامة أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة
الذين قاموا بهذه العملية اليوم للحرفية العالية ومهارة تنفيذ العملية، ودي بتعكس عدة نقاط. النقطة الأولى وهي دقة وسلامة المعلومات للوصول إلى الإرهابيين وتأكيد هذه المعلومات ثم القيام بهذه العملية الناجحة. النقطة الثانية وهي التعاون الوثيق والتنسيق اللي كان واضح جدا بين قوات إنفاذ القانون والشرطة والأهالي وقصاص الأثر، قوات الصاعقة، المشاة، القوات الجوية والقوات المشتركة من جهاز الشرطة في تنسيق وتعامل وتعاون كامل، كانت نتيجته النجاح اللي حققته في القضاء على الإرهابيين. النقطة الثالثة مستوى التدريب العالي للقوات المشتركة. لما شفنا شريط التسجيل اللي هو شريط الفيديو اللي هو اتدمرت فيه الثلاث عربيات اللي هي الطيار لما أطلق الصاروخ لدمر الثلاث عربيات، شفنا دقة الإصابة والتسجيل كان واضح جدا بما لا يدع مجالا للشك في مهارته في أداء المهمة بتاعته. أيضا الشجاعة الفائقة للقوات اللي هجمت الإرهابيين في نفس الوقت نجحت في تحرير النقيب محمد الحيس وهو بين أيديهم، دي بتعكس حرفية عالية ومقدرة عالية جدا على تنفيذ المهمة. الإصرار على الأخذ بالثأر، 13 يوم مروا على عملية الوحات ولكن كانت الجهود كلها مركزة على الأخذ بالثأر من هؤلاء الإرهابيين. وأحب أقول أن الخطط بتاعتنا خطط ناجحة بدليل أنهم قعدوا 13 يوم غير قادرين على الهرب، غير قادرين على الهرب، وهذه مهارة عالية جدا في تفتيش الأرض ومراقبتها بالتصوير وبالدوريات بحيث أنهم أفقدتهم حرية العمل وحرية الحركة في الهروب والتحرك. يعني هذا هو عهدنا بقواتنا المسلحة الباسلة وملاحقتها دوما للعناصر البؤر الإرهابية انطلاقا إلى يعني ضرب الإرهاب في مقتل والنجاح بنسبة 100% وحسم معركة المصريين ضد الإرهاب. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور طلعت موسى أستاذ الاستراتيجية والأمن القومي. بيتواصل معنا أيضا عبر الهاتف سيادة اللواء أشرف أمين الخبير الأمني. مساء الخير يا فندم. حياة شاتك رهام وتحيات الجميع السادة مشاهدين قناة النيل الأخبار. والنهاردة بعتبره يعني يوم يعني في رد الأخبار. جميل التوصيف ده سيادة اللواء، والحقيقة طبعا الإشادة واجبة والإشارة واجبة إلى العملية الناجحة اللي قامت بها القوات المسلحة والشرطة وأسفرت عن القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية بطريق الواحات، وتم خلالها تحرير النقيب محمد الحيس من أيدي العناصر الإرهابية. يعني بالتأكيد هناك كثير من النقاط يعني اللي يجب أن يعني نسلط الضوء عليها بنظر إلى هذه العملية الناجحة ويعني الثأر الحقيقي لشهداء الواجب اللي يعني راحت حياتهم فداء للوطن، خاصة يعني من استهدفوا من قبل الإرهابيين في عملية الواحات الأخيرة. يعني قراءة حضرتك يا فندم. أولا اسمحي لي، وطبعا في ثلاث نقاط أتوقف عندهم كثيرا. هبدأ بالنقطة الأساسية عندي، تحية للسيد الرئيس، لأن فعلا السيد الرئيس ادانا إحساس قوي جدا لأبناء الشرطة ان هو يعني بيحس بكل ضابط شرطة عندما يشعر بحالة من المرارة وعدم يعني إحساسه ان في حالة انكسار ممكن ان تحدث له. فأنا بحيي هنا سيادة الرئيس بمقام دي، ويمكن دي لها تقدير قوي جدا لدى أبنائنا في الشرطة. هذه واحدة. الجزئية الثانية اسمحي لي فعلا أقول حاجة للسادة المشاهدين، المجهود الذي تم علشان نقدر نقول تم تحرير ضابط مخطوف كان وارد جدا يمثلوا به أو أن هم يستعرضوا به إعلاميا خارج القطر المصري في لو ذهبوا به إلى ليبيا، وكان يمكن يعني محاولات ان هم يوصلوا لان هو يطلبوا فديات او يطلبوا حتى اخلاء سبيل حد، كان هتحصل حالات يعني ممكن كانت تؤثر علينا سلبا. على المهم جدا الناس تعرف قد ايه المجهود من المعلومات، يعني حجم المعلومات واجهزة المعلومات علشان تستنفر بهذه الكيفية وتصل اليهم قبل ان هم يخرجوا بيه، ده شيء جيد. ثالث حاجة ومهمة جدا، أن القدر كان رحيمة بمصر، بمعنى
ان في مشككين كانوا موجودين، ويعني لو قلنا 100 مره ان احنا ضربنا هؤلاء او ضربوا بكيفيه ما كانوش هيصدقوا، لولا ان هو ان الرجاله بتاعت مصر استطاعت انها تعيد ايضا الضابط المخطوف. وده يعني ايه؟ ان كل ان ضابط يتخطف وبعدين او يتاخد بهذه الكيفيه ويتجاب الحمد لله سليم، ده علشان نرد على المشككين. ودي مهمه جدا 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 يعني، وده اللي بيخلي فعلا يعني رساله واضحه وليها دلالات كتيرة جدا نجاح القوات المسلحة والشرطة في هذه العملية، لأن فيها رسالة بليغة أولا للجنود اللي بيضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأيضا للطرف الآخر المعادي، يعني أن يقطع الطريق على أي منطلق ممكن أن هما يشوفوا أن هو انتصار حققوه على مصر. ده تفرج على يعني قنوات الجزيرة وغيره، لا في حالة إيه؟ حالة انكسار رسمي بقى، يعني هم وصلوا عرفوا ان مصر كلها رجاله، فيها رجاله ناس محترمين، في قدرات قويه جدا للقوات المسلحه. انا هقول لك حاجه ولا وزايد عليها، ان احنا انا فخور بان انا مصري في هذه الواقعه بالذات. انا اشعر ان هذا الذي تم يعني ياخد العلامه الكامله سواء من القوات المسلحه او سواء من الشرطه، وده دور علشان اللي كانوا برضو بيتحكموا على بعض المواقع الالكترونيه وبعض المنابر اللي كانت تتحدث بطريقه دمها تقيل ما قلناش قبلنا، وكانت تؤثر سلبا على ابنائنا، كان ده ابلغ رفض. النهارده عمليه الصقر اللي على فكره هي ما زالت مستمره لم تنتهي حتى وقتنا، لا لسه في كتير كمان، وفي معلومات ممكن تظهر خلال الساعات القادمه علشان تشفي غليل المصريين، لا لسه في ولسه في كتير كمان عشان برضو الناس تبقى عارفه. واما احنا لما عندما تم تصفيه 13 ارهابي يوم الجمعة الماضية كان أيضا أبلغ رد. أنا بس الرسالة اللي أنا بقولها النهائية، أنا أرجو وأناشد الحكومة إنها تتم بقى من الوقت الحالي يعني أيضا يعني تنقية الإخوان الموجودين في مرافق الدولة، لابد الآن إن احنا نتجه هذا الاتجاه، وأعداء الوطن الكثيرون موجودين، لابد إن احنا نبتدي بقى ننظر لهم نظرة أخرى علشان دول أعداء الوطن بجد، ودول اللي هم عايزين يفسدوا. والحقيقة في سؤال كمان سيادة اللي هو بيطرح نفسه، يعني أين نرى تكاتفا دوليا حقيقيا لمواجهة الإرهاب؟ احنا بنشوف دلوقتي الإرهاب في بريطانيا، الإرهاب في فرنسا، يعني اليوم أيضا يعني إن كنت تتابع معنا إطلاق نار في مدينة مانهاتن الأمريكية، وإن كان يعني حتى هذه اللحظة يعني لا يوجد تفاصيل محددة حول طبيعة الحدث، ما نقدرش نقول إن في أيادي إرهاب، وإن كان يعني دوما يعني القاسم المشترك بيكون في النهاية إن هناك إرهاب يعبث ليس فقط بمصر أو بالمنطقة العربية والشرق الأوسطية ولكن على مستوى العالم. لا أنا هرد رد واحد بس يمكن رد عليه قبل كده. أحيانا نتصدقوا بالديمقراطية، وأحيانا نتصدقوا كثيرا من الأحيان بأن احنا حقوق الإنسان وما أشبه، ولكن عندما هم ينتجوا هذا المنتج وينقلب السحر على الساحر ويحدث مثل هذه تنعدم عندهم حقوق الإنسان. لما نجد فرنسا كانت تتحدث عن حقوق الإنسان وعن ما يقال عن بعض المنظمات المسيسة، وبقولها مسيسة وأنا متأكد من ذلك لأنهم تحت غطاء معين تتبع به بريطانيا بشكل ما، ويتحدثوا عن الديمقراطية وهم أصلا عندهم. أما واقعة النهاردة أنا أذكر حاجة، لما كانوا يتحدثوا عن الذئاب المنفردة، الذئاب المنفردة دي هم اللي أنشأوها بهذا المسمى، عملية الدهس وعملية ان حد يطلق نار مثل ما يعني شاهدنا في قبل كده في مسرح من المسارح، هذه الامور يا حضرتك تقصد انها صنيعة غربية. صنيعة غربية والمقصود بها ان هم بيغيروا يعني سيناريوهات معينة علشان دفع الارهاب. لماذا مصر فيها حجم هذا الارهاب؟ لماذا؟ سؤال محيرني والكل يعلم ملوش اجابة، لان مصر هي التي عثر عليهم ان هم يخلوها ترقع مثل او انها تقع مثل سوريا ومثل ليبيا ومثل ومثل ومثل، لكن احنا علشان فيها جيش قوي، فيها مؤسسات قويه مثل الجيش والشرطه والقضاء، وفيها رجال وفيها اعلام جيد ايضا، هم بيتوهموا ان ده ممكن ينال من ثقل مصر، ولكن يعني دايما الدوله المصريه والقياده المصريه تعمل على جبهتين، البناء من جانب ومواجهه الارهاب الغاشم من جانب اخر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء اشرف امين الخبير انيا، تحيه لحضرتك يا فندم.
نعود إلى ربما يعني الحدث الأخير والأبرز، ما شهدته الولايات المتحدة من إطلاق نار نيويورك تحديدا في مدينة مانهاتن الأمريكية، حيث أصيب أشخاص عدة بجروح في جنوب الولاية حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية عدة. ولم تنشر الشرطة على الفور وقوع جرحى، مكتفية بإيضاح أن شخصا اعتقل، وإن كان يعني وفقا للمتابعات في النصف ساعة الأخيرة يعني كما سمعنا يعني هناك قتلى بالفعل، يعني قد يكونوا 6 قتلى على الأقل حتى هذه اللحظة، و15 مصابا. هذه المنطقة اللي شهدت إطلاق النار هي منطقة غير بعيدة عن مقر بلدية نيويورك، ويعني بالتأكيد هيكون في إفادات من مسؤولين أمريكيين وربما شهود عيان على هذا الحادث، بالتأكيد حنتناولها بالمتابعة مع حضراتكم. ولكن يعني معنا الآن ينضم إلينا من نيويورك الأستاذ أحمد محارم، الصحفي والمحلل السياسي. مساء الخير. أهلا بحضرتك. يعني هل حضرتك كنت قريب من موقع الحادث ولا هي مجرد يعني تعقيب من حضرتك ربما وقراءة تحليلية سريعة لأبعاد هذا الحادث؟ على بعد تقريبا ثلث ساعة من الحادث، بس احنا واحنا حتى في الصبوي معانا التليفونات بنتابع اللي حصل في الدنيا، حتى رغم ان الصبوي ده يعني تحت الأرض هنا لكن شبكة المعلومات بتوصلنا كل حاجة. الحادث حصل تقريبا في أقل من 45 دقيقة، التوقيت ده حرج جدا والمنطقة كمان حرجة جدا. نيويورك كمدينة تنقسم لخمس احياء كبرى، الحي المال والاعمال اللي هو منهاتن. منهاتن بيخشها كل يوم 3 مليون بيطلعوا اخر النهار، بيجي من الضواحي او من ولايات اخرى بكل وسائل المواصلات. فالتوقيت بتاع من 4 ل 6 ده خروج الناس من اعمالهم، فضلا عن ان المنطقه قريبه من بلديه نيويورك ومن بعض المتاحف ومن مركز التجاره العالمي او الوورلد ميموريال بتاع سبتمبر 11. المنطقه دي طبعا انها غاصه بالمترددين وبالعاملين وبالسكان ايضا بالسواح. توقيت بتاع من 4 ل 6 بيكون حرج لكن الدنيا زحمه جدا. اللي حاصل انه شخص اطلق النار من طياره مسرعه او من تراك مسرع. نتيجه التحقيق الاولي ان قالوا ان الشخص اطلقوا عليه النار ولكن بكسر، يعني في سياره مسرعه وكان في شخص بيستقلها وتم اطلاق النار منها. بالضبط. الحادث هل لحد دلوقتي يعني تكشفت بعض الملامح يا استاذ احمد اذا كان عرضي ولا مرتبط بالارهاب؟ شوفي الناس هنا بقت حساسه جدا، لو حد كح مواصله يبداوا يتناسي يبقى عندهم اريتيشن لانه الناس معذوره طبعا. لكن اللي حاصل التقدير الاولي 6 قتلى فعلا و15 مصابين باصابات. اللي اطلق النار اطلق النار بشكل عشوائي يا فندم؟ مش بشكل عشوائي، بس هم لما قالوا ان في شخص بكاستدي، يعني في شخص تم القبض عليه، قد يكون السائق او قد يكون حد مع السائق. الشخص اللي يمكن يطلق عليه الكاستدي او التحفظ عليه هو حي، بيكون مصدر ثري للمعلومات يقدروا يحققوا منه. ان قضايا ثانيه، الراجل بتاع الحفل الموسيقي اللي من شهرين ده موت 50 وعور 200 اطلق على نفسه النار ومات. في الحاله دي يبدو ان الشخص يعني القي القبض عليه وهو حي، فبنقدر هو التفكير بتاع اللي حاصل ايه؟ اللي حاصل دلوقتي احنا من زمان بنقول ان الارهاب ليس له دين ولا وطن. الحادث طب الحادث هل حضرتك بتشوف ان في رابط بينه وبين احداث ارهابيه اخرى مقاربه او مماثله شهدتها مناطق في الغرب في دول أوروبية وغيرها خاصة في الفترة الأخيرة؟ احنا لو قلنا ان في مناطق صراعات ومناطق حروب وفيها عنف وفيها إرهاب مسلح وفيها استهداف لدول والأنظمة، ده شيء نقول السياسة تتكلم فيه. لكن لو احنا نيجي على الجانب الإنساني، في العديد من دول العالم وشعوبها ليس لهم ناقة ولا جمل المشاكل السياسيه اللي في العالم. يعني اوروبا ليه يحصل فيها؟ امريكا ليه يحصل فيها؟ كندا، استراليا، افريقيا، جنوب افريقيا، الشرق الاوسط، في بلاد امنه ما عندهاش حد بيقرب منها خالص. لكن في بلاد مصابه. ان المشكله دلوقتي ان لو المواطن العادي في اي مدينه، احنا اصبحنا في قريه كونيه العالم كله من خلال الميديا. لو اطفال بيتربوا في مدارس، لو جيل طالع بيقعد ال 24 ساعه عنده وسائل اتصال، نص المعلومات اللي بتيجي للناس وبتتغذى بيها عقولهم ونفوسهم. هو الحقيقه كمان المعلومات دايما مهمه قوي انها تكون مصادرها الرسميه. في الاطار ده اسال حضرتك، هل هيكون في افاده مرتقبه من مسؤولين كبار عمده نيويورك، مسؤولين امنيين او غيره، وهل ده ممكن يحصل النهارده ولا هيكون في يعني تريث قليلا يعني حتى يصدر تصريح رسمي؟ الحقيقه يشكر
يعني يشهد للمجتمع الامريكي ومؤسساته ان في القضايا اللي بتخص المجتمع وفي الجرائم بالذات بغض النظر عن نواياها في شفافيه عاليه جدا. بيتخذوا كل احتياطي، بيعتبروا ان المجتمع مجتمع صاحي. عندك منظمات مجتمع مدني لو مواطن هنا اهين من خلال اي جهاز، جهاز شرطه او جهاز امن، لازم المواطن بياخد حقه، والعكس لا يستطيع اي مواطن ان يتعدي على سياده الدوله او الاجهزه الحكوميه. حضرتك لسه في الموقع اللي بيبعد تقريبا ثلث ساعه من مكان الحدث؟ الى حد ما. طيب بالنسبه يعني ايه الاجراءات الاحترازيه اللي معموله يعني من متابعه حضرتك بشكل مبدا؟ في الغالب بتكفي انه اول حاجه بيصير ارتباك في المرور، ده شيء طبيعي. اول ما تحصل ارتباك في المرور في ارتباك عادي اللي هو اللي بيسموه ترافيك جام بتاع كل لحظه، اللحظات اللي هي الموظفين طالعين من اماكنهم ونهايه اليوم او بدايه اليوم. لكن لما يكون في عجقه سير او ترافيك جام بشكل عالي ده معنى كده ان في وبتبدا عدد كبير جدا من سيارات شرطه بشكلها وصف. اولا الشوارع هنا عشان واسعه والناس متعوده اخلاقيات في نظام المرور، دايما بيفتحوا طريق معين اول حاره على اليمين ترك للسيارات الشرطه والاسعاف والمطافي والحاجات دي. لحظه لما بيحصل حادث زي كده بتحسي من خلال الشوارع هنا والميادين في انسياب عالي جدا، فالمواطن البسيط بيحس ان في حاجه حصلت، يبدا بقى يفتح تليفونه يشوف الاخبار ايه. فالناس هنا بتتجاوب تتفاعل، يعني في المنطقه مثلا عملوا حظر تجول للناس، قفلوا شوارع معينه وقفلوا ارصفه معينه، لا احد يتضايق لا احد يتذمر. ليه؟ كل انسان بيحس نفسه انه بيعيش الموقف ده، فدي الحقيقه شيء جيد في السلوك بتاع المواطن الامريكي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد محارم الصحفي والمحلل السياسي متابع معنا من نيويورك، يعني ربما بشكل مبدئي لاصداء الحادث اللي ضرب مانهاتن الامريكيه اطلاق النار، ويعني بشكل تقريبي ضحايا حتى الان اكثر من 10 من المصابين وستة من القتلى. يعني لا يوجد دوله بمنأى عن الارهاب، وربما في خصوصيه كبيره جدا في التجربه المصريه في مواجهة مصر للإرهاب القاتم في أكثر من مكان، وكثير من الصوالات والجولات اللي بتحققها القوات المسلحة في هذا الإطار. على سبيل المثال لا الحصر يعني ما بذلته القوات المسلحة في أعقاب حادث الواحات الغاشم والقضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة في استهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات ثأرا لشهداء الواجب الوطني، واللي تم خلالها تحرير النقيب محمد الحيس من أيدي العناصر الإرهابية، اللي وصل بالفعل بسلامة الله إلى أحد المطارات العسكرية ومنها إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. إذن جهود مشكورة تجدر الإشارة إليها، تلك التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في هذا السبب. استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة للثأر لشهداء الواجب الوطني، وبناءً على معلومات مؤكدة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية عن أماكن اختباء العناصر الإرهابية التي قامت باستهداف قوات الشرطة على طريق الواحات، وبناءً على أوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، قامت القوات الجوية بمهاجمة منطقة اختباء العناصر الإرهابية على طريق الواحات بإحدى المناطق الجبلية غرب الفيوم، وأسفرت الضربات عن تدمير 3 عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار، والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية، فيما تقوم القوات الجوية بالتعاون مع عناصر الشرطة بتمشيط المنطقة للقضاء على العناصر الهاربة. نواصل
نواصل مع حضراتكم جولتنا الإخبارية. رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ترأس اجتماعا للجنة تأمين الموانئ والمنافذ البرية بحضور وزير النقل هشام عرفات ورئيس مصلحة الجمارك وممثلين لعدد من الجهات المعنية. الاجتماع تناول بحث الموقف العام من خطة الدولة لتأمين الموانئ والمنافذ البرية، وتمت مناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن من الخطة والإجراءات الخاصة لتوفير باقي الاحتياجات المطلوبة. وشدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من جميع هذه الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى، وأيضا استكمال خطوات تنفيذ باقي الخطة وإزالة أي عقبات، وأشار إلى أهمية ضمان أن تكون كل التجهيزات المستخدمة على أعلى مستوى بما يحقق أهداف الخطة بدقة، خاصة من حيث التأمين وزيادة سرعة التداول وتحسين الخدمات. وصلت اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتبي لجنتي شؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مواد الإصدار في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام. تعرف على المزيد وبصحبتنا على الهاتف الأستاذ جلال عوارة وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. مساء الخير وتحياتي لحضرتك أستاذ جلال. مساء الخير استاذ ريهام، وتحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين والفريق العمل بالكامل. الحقيقه انا استثمر تواجد حضرتك معنا سريعا ونتكلم عن اهم المواد الخاصه باصدار مشروع القانون اللي تمت مناقشتها من خلال مجلس النواب، وماذا بعد هذه المناقشات اللي اديرت في اطار الجلسه الاخيره. الحقيقه هي اجتماعات للجنه الثقافه والاعلام لاصدار هذا القانون المقدم من الحكومه بشان اصدار قانون تنظيم الصحافه والاعلام. مواد القانون الحقيقة كلها في غاية الأهمية طبقا للوارد إلينا كمشروع قانون من الحكومة. عدد المواد 127 مادة، طبعا بتحدد في 127 مادة الحقوق والواجبات والمسائل الخاصة بتنظيم مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، بما فيها طبعا الإعلام الإلكتروني وطبعا الإعلام المرئي والمسموع والصحافة بشكل عام. حقيقة اللجنة يعني سمعت شفاهة إلى رأي المؤسسات الإعلامية المختلفة، كما أرسلت إلينا كتابات ملاحظات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وملاحظات الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وكذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وملاحظات نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وكذلك غرفة صناعة الإعلام. حتى الآن اللجنة يعني ده بدأنا في دور الانعقاد الثاني وبنستكمل الآن في دور الانعقاد الثالث. كان لدينا النهاردة اجتماع للجنة الثقافة والإعلام. هل في تعديلات شهدتها بعض المواد؟ بالتأكيد كل المواد تقريبا شهدت تعديلات، سواء حتى في التعريفات الخاصة ب يعني بمقدمة القانون. عندنا ما هي المطبوعات، ما هو المجلس الأعلى للإعلام، ما هو الصحفي، يعني ماهية هذا كتعريفات، حتى هذه شهدت تعديلات. الحقيقة لازلنا في المواد الأولى لهذا القانون، يعني احنا لحد دلوقتي تقريبا حوالي 30 مادة اللي قمنا بالانتهاء من الملاحظات عليها داخل اللجنة، وتبقي بقية المواد. هذا القانون ومن أهم القوانين التي تمس حياة الصحفيين والإعلاميين. أستاذ جلال، القادم في مجلس بالتأكيد، القادم فيما يتعلق بمشروع القانون هذا في مجلس النواب، يعني ما المتوقع في الفترة القريبة القادمة؟ بعد انتهاء لجنة الثقافة والإعلام من مناقشة مشروع القانون وإضافة التعديلات عليه من اللجنة ومن أستاذ أعضاء اللجنة بالكامل، بعد هذا بنكتب تقريرنا ونرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لتحدد له موعدا للنقاش في الجلسات العامة أو في الجلسة العامة. بيتدخل الأعضاء السادة أعضاء المجلس في الجلسة العامة سواء بالموافقة على المواد أو بالتقدم برغبة في تعديل بعض المواد. أيضا يتم مناقشة مقترحات السادة النواب بشكل عام في الجلسة العامة. ما يقوم المجلس بالتصويت عليه لصالح التعديل الذي سيتقدم به النواب يتم التعديل. إذا رفض يعني مادة
إذا رفض التعديل المقترح بتمر المادة كما انتهت. أشكرك جزيلا سيادة الوكيل جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب. ونبقى معكم مشاهدينا الكرام ونظر أكثر قربا للمشهد المصري في ضوء الإجراءات الإصلاحية الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ولكن بعد متابعة موجز الأخبار مع زميلة سحر صبري. حول قرار تحرير سعر الصرف بعد عام من إقراره، وكيف ألقى هذا القرار بظلاله على المشهد الاقتصادي المصري، وما المرتقب أيضا؟ لأن بالتأكيد الأصداء لا تتوقف عند هذا العام، ومرتقب أن يكون ربما في ثمار إيجابية مرجوة، وربما أيضا يكون في إجراءات أخرى مكملة ومحفزة للاقتصاد وللأفاق الاستثمارية. معي ومع حضراتكم في هذا اللقاء الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني ابتدي الأول كده، إيه يعني تقييم مبدئي، لأن طبعا ممكن تبقى مسارعة برضو أو استباق في التقييم لما نتكلم عن هذه التجربة بعد عام واحد فقط، لأن هي بالتأكيد يعني على المدى البعيد، لكن بشكل مبدئي حضرتك تقولي. أقول أن قرار التعويم اتأخر سنة، يعني القرار ده كان لازم يتاخد أول ما سعر الدولار في السوق السوداء وصل لتسعة جنيه، فكان حيتوازن على تسعة عشر أحداشر مش لما وصل للعشرين. لكن لأن الاقتصاد المصري فيه مقومات ممتازة جدا للتنمية، وهذه المقومات هي مرتبطة بحاجات كتير في مصر، منها موقعها، منها البنية الأساسية العظيمة اللي اتعملت في السنتين ثلاثة الأخيرة، منها ان خلاص ابتدينا، انا عارف ان الارهاب بيعمل شوية كده عملية كده عملية كده، لكن ده احنا بنسميه اللي هو بيلفظ انفاسه الأخيرة، اللي هي تحركات اليائس البائس المدعوم من يائس وبائس، اللي هي قطر بالذات يعني. فاحنا النهاردة مع التطور الإيجابي الكبير في البنية الأساسية اللي هي بنسميها physical infrastructure اللي هي الطرق والبنية الأساسية التشريعية المتمثلة في قانون الاستثمار اللي صدرت لائحته التنفيذية منذ أيام، أصبح وأنا على فكرة لسه جاي من الصين من أربع أيام، ورؤية المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين، يعني دايما حضرتك علشان تعرفي الصورة شكلها إيه تسألي الناس اللي خارج البلد، الرؤية إيجابية جدا. في أنا قابلت سبع رؤساء شركات من أكبر الشركات في الصين في مجالات متعددة، منهم خمسة قرروا انهم هيجوا يستثمروا في مصر. نفهم الشريك الصيني هيدخل بثقل كبير للسوق المصريه بشكل لا كاستثمار. احد الشركات دي هي الاولى في مجال انتاج الخلايا الطاقه الشمسيه، مش الواحده، مش السولار بانلز، السولار سيلز اللي هي خلايا الطاقه الشمسيه، يعني دي تكنولوجيا هاي تك مش موجوده الا يعني ما بينتجش دي الا حوالي سبع شركات في العالم كله، فهي جايه هتنتج ان شاء الله في مصر. وشركات أخرى في مجال الأجهزة المنزلية المعتمدة على الطاقة الشمسية في التشغيل، ويعني شركات خمس شركات قرروا ما يجي يستثمروا، وباكورة أو مقدمة هذه الشركات جاي يوم 18 نوفمبر علشان، وإن شاء الله يعني أتواصل مع حضراتكم ومع بقية أجهزة الإعلام في الدولة، لأن دولة شركة بهذا الحجم إنها تيجي لمصر وتقرر، دي شهادة أيضا لأن الاقتصاد المصري بدأ يأخذ الطريق السليم الجاذب بشكل حقيقي للثمار. طبعا تعويم الجنيه المصري ونقدر نقول سعر الصرف الجديد أدى برضو شيء إيجابي، خلينا نقول اللي هو وقف الاستيراد من سلع بعينها اللي هي نتيجة لانخفاض الجنيه قدام الدولار، فبقى الاستيراد يعني السلع اللي كنا بنجيبها بدولار بعد ما كانت في السوق المصري بحوالي 8 9 جنيه اصبحت ب 20 جنيه. ففي ناس كتير جدا عزفت، خاصة ان اغلب هذه السلع المستوردة كنا وصلنا لشريحة اللي بنسميها السلع الاستفزازية. يعني انا استورد تفاح ليه وعندي التفاح المصري مثلا،
حاجات كتيره جدا، حاجات رفاهيه اخرى، رفاهيه سوري، اكل القطط واكل الكلاب واكل مش عارف ايه والكلام ده. فالحاجه الثالثه ان النهارده اصبحت مصر من ارخص بلاد العالم بالنسبه للسياح. يعني انت النهارده حضرتك لما بنشوف فنادق بتقبل انها تاخد 800 جنيه في الليله مثلا، ال 800 جنيه دي لما نحولها لدولار هنلاقي حوالي 45 دولار 5 ستارز في شرم الشيخ وفي الغردقه. طبعا مفيش الكلام ده في اي مكان في العالم مكافئ للمستوى بتاع شرم الشيخ والغردقه والحتت دي. طبعا كان في قلق من عمليه الارهاب و و و القلق ده ابتدى يروح. يمكن النهارده في تصريح لمحافظ البنك المركزي قال ان الحصيله من القطاع السياحي في الثلاث شهور الاخرانيين وصلت لحوالي 900 وشيئا ما يقرب من مليار دولار، وان التدفق السياحي في الثلاث شهور الاخرانيين مقارنه بنفس الفتره السنه اللي فاتت كان بشكل كبير جدا. فنقدر نقول زي ما حضرتك طلبت كده باختصار ان قرار التعاون ولو انه جاء متاخرا الا انه اتى بثمار ايجابيه على الاقتصاد المصري. بالتأكيد يعني عشان نقيم شيء لازم بشكل متوازن، يعني بيكون في قراءة لي بما له وما علي. يعني لو طبقنا ده على تحرير سعر الصرف، وبالتأكيد كمان هو لا يقرأ في حد ذاته ولكن ليس بمنأى عن المنظومة نفسها، يعني الإجراءات الاقتصادية المحفزة للاقتصاد والاستثمار. التقييم ده يكون إزاي يا دكتور؟ إيجابيات وربما بعض السلبيات أو على الأقل تحسبات، لأن في النهاية الجدوى الاقتصادية أو معيار النجاح إن في توقيت معين المواطن يشعر بالأصداء الإيجابية لهذه الخطوات الإصلاحية إلا على رأسها بالتأكيد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف. لكن اسمح لي أرجي الإجابة على السؤال لبعد متابعة هذا التقرير. تفضل. نتائج إيجابية حققها قرار تحرير سعر الصرف وانعكاسات واضحة على معظم القطاعات الاقتصادية وعلى الأداء الاقتصادي بشكل عام بعد عام على تطبيقه. لعل أبرز النتائج الإيجابية التي يمكن رصدها هي إعادة تكوين الاحتياطي الأجنبي في وقت قياسي، حيث تجاوز 36.5 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، وهو أعلى مما كان عليه في يناير 2011. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي جاء نتيجة للقفزة الهائلة في تدفق النقد الأجنبي داخل شرايين الاقتصاد، وذلك من خلال القنوات الطبيعية ألا وهي البنوك. فإجمالي التدفقات تجاوزت 52 مليار دولار بالبنوك في 11 شهرا بخلاف البنك المركزي، حيث تلقى وحده 43 مليار دولار خلال 11 شهرا، ما أسهم في زيادة الاحتياطي الأجنبي بنحو 19 مليار وتسديد نحو 17 مليار التزامات حكومية. وتجاوزت عمليات تمويل التجارة الخارجية 56.4 مليار دولار. انخفاض ملحوظ في الواردات ولا سيما تلك الاستهلاكية التي تراجعت بنحو 27.9%، وهو ما انعكس إيجابيا على تراجع العجز في الميزان التجاري بفضل انخفاض الواردات بشكل عام بنحو 46%. جانب منه يرجع إلى إجراءات تنظيم الاستيراد التي أصدرتها وزارة الصناعة وبدأ تنفيذها في مارس 2016، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 11% لتعزيز مناخ الاستثمار، وذلك بفضل القضاء على سوق الصرف الموازي. وتوحيد سعر الصرف يمثل عنصرا أساسيا ومهما لجذب الاستثمار لا سيما الأجنبي، وقد ظهر تأثير ذلك بوضوح سواء على مستوى استثمار الصناديق العالمية في أدوات الدين العام المحلي من سندات وأذون والتي تجاوزت 18 مليار دولار، الصافي منها ما يصل إلى 12 مليار دولار، أو على مستوى الاستثمار الأجنبي في البورصة المصرية والذي يصل إلى 8.6 مليار جنيه في الأسهم. والاستثمار الأجنبي غير المباشر هو الخطوة التمهيدية ورأس الحربة لتدفق الاستثمار الأجنبي، حيث ارتفع في العام المالي الماضي بنحو مليار دولار ليصل من 6.9 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار،
ويتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي. نبقى مع أصداء وتداعيات، وإن كان يعني تداعيات لها دلالة سلبية شوية، يعني ما نتج عنه هذا القرار بشكل مبدئي، سواء مما يؤشر إيجابا أو ربما يحمل بعض التحسبات أو التحفظات حول تحرير سعر الصرف. يدور هذا اللقاء، وأجدد التحية بضيفي دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. يا دكتور شريف، كنا بنتكلم قبل التقرير عن يعني تقييم سريع من حضرتك بكل بقى ما مرينا به من ملابسات في الفترة الأخيرة، تحديات البناء والتنمية وتحديات الإرهاب وغيرها، عندما يصدر هذا القرار ويؤتي النتائج بشكل مبدئي اللي استعرضناها سريعا، يعني ما بين الترحيب وبعض التحفظ في لهذا القرار، ايه المعيار اللي بعده ممكن نقول ان تحرير سعر الصرف نجح في مصر بنسبه تقارب 100%؟ المعيار هو ان يكون معدل التضخم في حدود المتعارف عليها عالميا، الا يتخطى 10% سنويا، ان يكون هناك زياده في التدفقات الاستثماريه، أن يكون هناك نسبة النمو في الاقتصاد بشكل عام لا تقل عن 7%. كل دي مؤشرات أساسية بتقول أن مش هنقول بقى تحرير سعر الصرف، ولكن حزمة القرارات الاقتصادية لتطوير الأداء للاقتصاد المصري أتت بثمر. لما بنبص احنا النهاردة وصل معدل النمو السنوي تخطى 4.5% مقارنة ب 3.5% السنة اللي فاتت في نفس الوقت. ده معناه ان احنا ماشيين في الطريق السليم. لما نلاقي ان الدولار نزل تحت 18 جنيه مقارنة بكان تخطى ال 20 جنيه في من حوالي سنة تقريبا. يبقى برضه احنا ماشيين في الطريق السليم. لما نقول ان ما عادش في سوق سودة خالص. طبعا قضاء على السوق الموازية. انا في كلمة الموازية دي يعني لان الموازية بتديها شرعية، لكن السودة بتديها توصيف حقيقي ليها، هي سوق سوداء، لأن من يقوم بها يقوم بعمل أسود ضد الاقتصاد القومي وضد الشعب المصري، وبالتالي ما عادش في سوق سودة. النهاردة الدولارات البنوك متوفرة بشكل كبير جدا، الدولارات موجودة لتغطية الاحتياجات الشرعية، سواء في عملية الاستيراد، سواء اللي عايز يسافر بره وبياخد جزء مبلغ وهو مسافر نفس اللي كان موجود فيما قبل. طيب هل الدولار هيثبت على هذا المستوى؟ طبعا لا، الدولار هينخفض، وانا بتوقع انه هيوصل ل 11 جنيه في منتصف العام القادم. ومؤشراتي او دلائلي على ذلك هو حضرتك ايه اللي بيرفع او بيخفض سعر العملة المحلية امام سلة العملات الرئيسية، أو بالنسبة لنا احنا مرتبطين بالدولار شوية قدام الدولار، هو عملية الناتج أو الدخل من العملة الأجنبية مع الاحتياجات اللي احنا بنغطيها بالعملة الأجنبية. بمعنى دخلنا من العملات الأجنبية أو من الدولار اللي هي من الصادرات، من السياحة، والصادرات النوعية اللي هي زي الغاز، كان فيه بترول، حاجات دي كلها. احنا النهاردة الحمد لله عندنا طبعا والعنصر الثالث السياحة، حجم التدفق السياحة، احنا وصلنا في 2010 ان دخل السياحة كان حوالي ما يقرب من 20 مليار دولار في السنة. فاحنا احتياطي النقد الاجنبي ايامها كان 37 مليار، النهاردة تخطينا احنا 37 مليار. من دلوقتي الاحتياطي اللي في البنك المركزي ما يقرب من 40 مليار دولار. ويمكن لما محافظ البنك المركزي النهاردة بيقول ان احنا المؤشرات المالية والنقدية الحالية للاقتصاد المصري افضل مما كانت عليه في 2010، ده كلام مظبوط، ولكن الاجمل ان تكون الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن تكون افضل من 2010، وده لسه احنا متصرناهوش، احنا في الطريق اليه. فعملية زيادة الدخل من العملة الاجنبية من خلال نقدر نقول انتاج او تصدير،
هو ده اللي احنا متوقعينه. السياحة بتزداد بمعدلات كبيرة جدا. النهاردة الصناعة المحلية دكتور تأثرت سلبا أم إيجابا أم مزيج بين الاثنين من جراء تطبيق هذا القرار على مدار العام الماضي؟ الصناعة المحلية التي تعتمد في مدخلاتها على مواد خام أو عناصر إنتاج يتم استيرادها من الخارج طبعا تأثرت سلبيا جدا. أما الصناعة المحلية التي تعتمد بدرجة كبيرة على مدخلات إنتاج محلية بالعكس بقت أفضل بالنسبة لها، وبقت المنافسة بتاعتها أحسن، لأن المنتج المقابل اللي جاي من بره لما يتحول من دولار لجنيه بقت هي أرخص. فبالتالي للأسف برضو أن في جزء كبير من الصناعة المصرية بتعتمد في عناصر إنتاجها على الاستيراد. ده خلى بعد الارتفاع الكبير للدولار قدام الجنيه خلى جزء كبير من هذه المصانع انها تبحث عن بديل محلي او تحاول تصنيع عناصر انتاج محليا. وده حدث في صناعة زي السيراميك مثلا، كان الطبقة الاخرانية اللي هي الجليز دي كانت بيتم استيرادها من برة. النهاردة في مصنعين في مصر بينتجوا هذه المادة وبيغذوا جميع مصانع السيراميك، ولذلك تلاقي مثلا هذه السلعة ما زادتش الأسعار بتاعتها بدرجة. أفهم من كلام حضرتك أن ممكن القرار ده بشكل أو بآخر يؤدي إلى الاستغناء تدريجيا عن الاستيراد على الأقل في مجالات معينة، وقد يكون ذلك ارتقاء أن يبقى فيه بعد كده اكتفاء ذاتي من بعض السلع؟ أؤكد كلام حضرتك ده 100%، لأن إحنا النهاردة زي ما تحكي المنتج المصري لما بيستورد عناصر الانتاج بتاعته مش هيقدر ينافس في السوق المحلي نهائيا. المستهلك لن يقبل ان سلعة معينة كانت بجنيه اصبحت باتنين جنيه، وبالتالي النهاردة بيبتدي يفكر وبتفكر معاه مراكز ابحاث سواء كانت في جامعات او في هيئة التنمية الصناعية او على بدائل. أنا بدي أديت مثال بالنسبة للسيراميك، أيضا الصناعات الجلدية كان الأحذية مثلا كانوا بيتم استيراد النعال بتاعت من بره، النهاردة في مصانع بتنتجها ووصلت لدرجة الجودة شبيهة جدا لما كان يتم استيراده من بره. أنا أسفل مقاطعة حضرتك لكن هذا الحادث. عودة من جديد للحوار مع الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، يعني رجوعا للحادث سريعا، يعني إلى أي مدى ممكن يلقي بظلاله على يعني الاقتصاد الأمريكي ولو بشكل وجيز؟ أولا احنا بنعزي الشعب الأمريكي الشقيق والحكومة الأمريكية وأهالي الضحايا في الضحايا، تأكيد، وبنرجو أن هم ياخدوا العزة كحكومة من هذا العمل الإرهابي بأن هم يعرفوا الجميع مستهدف، الإرهابي الجميع مستهدف، وبالتالي وده يتطلب التكاتف، تكون هناك طبعا جدية في مقاومة الإرهاب. طبعا أنا بتصور أن الأسهم الأمريكية هتتأثر بشكل أسهم شركات أمريكية هتتأثر بشكل كبير جدا نتيجة لهذا الحادث. العملة الأمريكية اللي هي الدولار متوقع أنها تنخفض برضو بشكل مش قليل، وطول ما إن عدم كشف ملابسات الحادث يعني المدة اللي هتاخدها التحقيقات لإظهار ملابسات الحادث كل ما هيحصل فيه عدم استقرار في كل الاقتصاد الأمريكي وهتتأثر اقتصاديات العالم كلها بهذا الحادث. نرجع بقى لتحرير سعر الصرف يا دكتور. تحرير سعر الصرف انا بتصور او ايه بقى التحفظات يا دكتور او التحسبات او ايه ممكن النقاط اللي ممكن نسترشد من خلالها من دول اخرى تجربتها الاقتصاديه في الاصلاح والانتفاضه من جديد واعاده بناء الدوله وغيرها مشابهه، مش هقول مماثله لان في النهايه مش كل نموذج ممكن نطبقه في مصر، لازم نضع في الاعتبار بشكل كبير جدا خصوصيه البيئه المصريه. مصر علشان لا تتعرض لأي اهتزازات اقتصادية نتيجة لتغير سعر الصرف أو أي نمرة واحد أن يكون هناك إنتاج حقيقي. الإنتاج ده متمثل في زيادة المكون المحلي في المنتج المصري.
نمرة اتنين ربط الانتاج بالتصدير. احنا اغلب الشركات الصناعية بتنتج وبعدين تدور تصدر ايه. النموذج الصح هو ان تكون وانت بتعمل دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعك عامل جزء من انتاجك للتصدير لاسواق بعينها مقابل المنتج يكون يتمشى مع الذوق العام لهذه الاسواق. العنصر الثالث هو الترويج السياحي لمصر بشكل كبير جدا. العنصر الرابع احنا بنصدر مثلا الغاز. الغاز بدل ما نصدره كغاز مسال ممكن يتم عمل عملية تصنيع وبيطلع أسمدة وبيطلع حاجات من كده اللي هي زيادة القيمة المضافة. العناصر دول مجتمعين مع الحرية الكاملة لسعر الصرف. ما معنى انا حد مثل سريع كده بأوغندا. الاقتصاد الأوغندي مرتبط بتصدير البن. أوغندا تاني دولة في العالم في إنتاج البن ورابع دولة في تصدير. لو جه موسم بن ناجح بيرتفع أو بترتفع العملة الأجنبية بيوصل الدولار لحوالي 1000 أو 1200 شلن أوغندي. لو جه الموسم فاشل بيرتفع الدولار يوصل ل3000. لا الحكومة بتتدخل لما يبقى 3000 ولا الحكومة بتتدخل لما يبقى 1000 1200. وبالتالي ما بيتحولش الدولار زي ما تحول عندنا في بداية تحرير الصرف إلى سلعة يتم اقتنائها كمصدر آمن للادخار ثم استخدامها في التجارة. طيب بس أنا عندي حاجة يعني عايزة تفسير واسمح لي أختتم به لقائنا. يعني إيه تفسير حضرتك لوصول معدلات التضخم لأدنى مستوياتها لأعلى مستوياتها يعني تجاوز 33% قبل ما يتراجع ل 31% الشهر الماضي؟ معدل التضخم هو مرتبط زي ما قلت لحضرتك انت الانتاج السلعي او انتاج السلع الرئيسية اللي بيحتاجها المواطن. هل انت معتمدة فيها على مدخلات محلية ولا مدخلات مستوردة؟ نمرة اتنين عناصر الانتاج. احنا عناصر الانتاج عبارة عن ايه؟ مواد خام، مصادر طاقة، واجور ومرتبات، واستهلاك مرتبط بقيمة الاصول سواء كان المباني او المصانع او خلافه. كل الحاجات دي ارتفعت بشكل كبير جدا. مواد الخام ارتفعت بالذات المستورده والمحلي قلده مش بنفس النسبه لكن رفع. الاجور والمرتبات انت عارف حضرتك لازم المصانع تبتدي تزود لان بقى الناس مش قادره تعيش. مصادر الطاقه زادت. كل الكلام طيب. وايه اللي يخلي التضخم يخالف مساره الفتره اللي هو ينخفض ويستقر؟ هو أن يكون هناك استقرار في الاقتصاد وفي المؤشرات الرئيسية بتاعته بحيث أن ما يحصلش زيادة أكتر في مدخلات الإنتاج. يؤمل أن احنا يعني نلمس ده في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. شرفتنا يا دكتور. أنا لي الشرف. الله يخليك. شكرا جزيلا. نبقى معكم مشاهدينا الكرام ونقترب بشكل أكبر من تجربة زراعة القمح بطريقة المصاطب في وقفة حوارية ثانية في من القاهرة بعد الفاصل. كونوا معنا. بهدف التوسع في زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، تعمل الحكومة لزراعة 1,000,000 فدان من محصول القمح بنظام الزراعة على المصاطب، وذلك من خلال التعاون بين وزارة الزراعة والمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة والأراضي القاحلة، حيث يوفر ذلك النظام 25% من المياه المستخدمة في الزراعة و 15% من التقاوي. وتعتبر الزراعة على المصاطب هي إحدى الطرق المستخدمة في زراعة المحاصيل وخاصة محصول القمح، وأحد الطرق التي تم ابتكارها لمواجهة تحديات ندرة المياه والمتغيرات المناخية والزيادة السكانية. ويسهم هذا النظام في توفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية أثناء ري المحصول وحصاده، بجانب العمل لزيادة إنتاجية الفدان.
ويسمح تطبيق هذا النظام بالتوسع في زراعة أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية عالية للفدان مع اتباع المزارعين إرشادات وزارة الزراعة في هذا الصدد. ويؤكد الخبراء أن الزراعة بنظام المصاطب تعد أفضل طريقة لزراعة القمح لعدد من العوامل، أهمها أنها تزيد من إنتاجية الفدان وتوفر مياه الري وتخفض من تكاليف الزراعة الآلية، علاوة على التحكم في عمليات الصرف الزراعي بما يحافظ على خصوبة الأراضي. وفي إطار الجهود المبذولة لزراعة القمح، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على سرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي وتوفير كميات التقاوي الكافية التي تغطي احتياجات المزارعين خلال الموسم. وأكدت الوزارة على ضرورة تكثيف أعمال الحملات القومية للنهوض بالمحصول والتركيز على زراعة الأصناف عالية الإنتاجية بالحقول الإرشادية لدى المزارعين، ونشر التوصيات والممارسات الزراعية السليمة، وخاصة فيما يتعلق بالمبيدات ومكافحة الآفات. بعد نجاح تجربة زراعة القمح بطريقة المصاطب في أكثر من منطقة، لعل أبرزها محافظة الشرقية، يعني بالتأكيد يعني ربما التساؤل الأقدر أن احنا نواجهه كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة وتعظيمها وتعميم هذه التجربة أيضا ارتقاء إلى يعني استراتيجية جديدة للنهوض، ليس فقط بهذا المحصول وإنما بمحاصيل زراعية أخرى لمواجهة كثير من التحديات، منها ندرة المياه والتغيرات المناخية وغيرها. نتعرف على المزيد وبصحبتي في هذا اللقاء الدكتور مسعد عبد العليم، رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعي. اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. يعني طبعا يعني يمكن من قراءه سريعه عرفنا ان طريقه المصاطب دي هي اللي قد تكفل مواجهه التحديات اللي اشرنا لبعضها المتعلقه بزراعه بعض المحاصيل الزراعيه، ومنها القمح اللي يعني بنخصه بالذكر لاهميته لمصر بشكل كبير جدا. وده خلينا الأول يعني نعرف من حضرتك إيه اللي بيميز طريقة الزراعة دي، وإيه ربما البيئة الخاصة اللي بتتطلبها حتى يعني نؤتي ب يعني ثمار جيدة أو بمنتج على قدر كبير من التنفسية. حضرتك طبعا يعني التحديات اللي موجودة من أهمها استدامة الموارد الطبيعية اللي عندنا، يعني احنا عندنا تربة، عندنا أرض، لابد اننا نستغلها استغلال صح بحيث انها تستمر معايا او تستمر في العطاء وتستمر بمستواها، ما ينخفضش، ما تتدهورش التربة، ما خلصش المية لان انت عارف حضرتك ان احنا الايام اللي احنا المقبلين عليها في الزمن بتاعنا المية وندرة المياه والكلام ده كله. فكانت الفكرة كلها ان احنا لابد ان احنا نحافظ على الثروة بتاعتنا، بل ان احنا ننمي الانتاج مع الحفاظ على الثروات الموجودة. الفكرة جت في المصاطب من ان انا ببساطة بدي القمح كمية المية اللي هو محتاجها فعلا، مش اكتر ولا اقل، اديله اللي هو محتاجه. الطريقة القديمة الري بالغمر، انا بروي الارض بيهدر مية، بتهدر كمية مية كبيرة قوي، وهدر المية ده بيعمل فقد في المحصول. يعني انا لما بهدر بحط كمية مية كتيرة، القمح ممكن ان هو الارض بتطبل، بتتدهور الارض، القمح نفسه اللي مزروع في الارض ممكن انه ما ينبتش كويس، ما ينموش كويس، فالمحصول بالتالي ممكن يكون اقل. فالفكره فيها ان انا اديله كميه ميه مناسبه واحافظ عليه واقدر اخد منه محصول اعلى. احنا لما طبقت العمليه دي، وزي ما حضرتك عارفه ان حضرتك ذكرتي انها في محافظه الشرقيه حاليا بتنتشر في الدقهليه، بتنتشر في المنيا وفي اسيوط، يعني مش في بحري بس، في بحري وابلي، الطريقه لانها مجديه للمزارع. المزارع لما بيزرع بيلاقي نفسه ان حتى كمية التقاوي اللي بيحطها كمية اقل، لان الانبات بيكون اعلى، نسبة الانبات بتكون اعلى، عدد النباتات في وحدة المساحة بيكون اعلى، التفريع جيد، النمو ممتاز، المحصول عالي، فبيحط كمية تقاوي اقل من المعتاد. اذا كان بيحط 60 كيلو للفدان قمح، لا، في دي بيحط في حدود 40 او 35
في الحدود دي. طيب ايه اللي ناقص عشان نعمم التجربه تبقى في يعني في غالبيه المحافظات الزراعيه اللي بتزرع قمح؟ هل المساله بتتطلب بصفات معينه للتربه عشان يطبق نظام المصاطب بالنسبه لزراعه القمح؟ النظام المصاطب ده يعني لحد دلوقتي لا يطبق الا في الارض القديمه او ارض الوادي، لا الارض الطينيه اللي بتستعمل الري بالغمر. لان انا الهدف منها ان احنا كنا نوفر ميه. الأراضي الجديدة أو الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثا ومروية دي بتروى برش أو بالبيفوتس أو السبرينكلرز أو البيفوتس، ما بتستهلكش مية كتير، ما بتستهلكش مية كتير. زائد أن إقامة المصاطف فيها غير مجدي، لأن مش حجرلي مية في الأرض، أنا بجرلي المية في الأرض أو بروي في الفتحات اللي ما بين المصاطف. فده كانت الفكره فيها. وايه المناخ اللي بتحتاجه الطريقه دي؟ عادي جدا، اي منطقه في مصر ممكن تزرع، يعني زي اي اسلوب زراعه، زي اي طريقه زراعه. هي طريقه زراعه مطوره مطوره بحيث ان انا احافظ على المدخلات الانتاج اللي عندي. هل في محاصيل تانية يعني بتستخدم فيها هذه الطريقة، أو محاصيل مرشحة بقوة أن تستخدم فيها طريقة المصاطب توفيرا يعني للمية؟ القمح يمكن علشان هو بيتزرع بطريقة البدار وبيغطي الأرض كله، فأقوى محصول مرشح لاتباع هذه الطريقة هو القمح. وطبعا الشعير، إذا كان في أماكن ممكن بتزرع شعير لاستعمالات خاصة كعلف أو غيره، فممكن الشعير يزرع بالطريقة دي كمان. أنت عارف يا سيادتك برضو إن القطن، الذرة، القطن، البقوليات، الفول مثلا، العدس، كله بيتزرع على خطوط. في عقبات محددة يا دكتور؟ هي العقبة الوحيدة، والمزارع المصري بتاعنا مزارع ذكي جدا، العقبة الوحيدة إقامة المصاطب. ده في رأينا يعني إقامة المصطبة، لأن المصطبة بتتعمل بعرض 120 سنتي. إقامة المصطبة دي المزارع المصري بيقدر يتغلب عليها بما هو متاح إليه، بمعنى إن هو لو جاب فجاجات وظبط الفجاجات على 120 سنتي ومشى، وبأي طريقة بسيطة يقدر يساوي ما بين الخطين دول، عمل مصطبة. يعني مشكلة في التكلفة ولا في التقنية أو الآلات المستخدمة في عمل المصاطب؟ في التقنية، في الآلات أو التقنية، ولكن الفلاح المصري أو المزارع المصري بيجتهد، ذكي جدا، بيقدر يستعمل ما هو متاح إليه في إقامة أي حاجة. وأنا شايف كمان، أو إحنا شايفين، إن مفيش معوقات في انتشارها، لأن المزارع نفسه لما بيلاقي نفسه بيقلل في تكاليف الانتاج، بيقلل في التقاوي، بيقلل في الري، السماد بيبقى مظبوط بكميه السماد المظبوط، وفي الاخر بياخد انتاج اعلى طبعا. فبيجتهد، والمزارعين كلهم عايزين يزرعوا بالطريقه دي. ايه المواعيد الخاصه بالزراعه بهذه الطريقه المصاطب يعني؟ وهل في مجال ان يكون في مثلا تبكير فيها؟ لا، هي نفس المواعيد، لان المواعيد الزراعه ما لهاش دعوه بطريقه الزراعه. معاد الزراعة بيتوقف على المحصول نفسه، احتياجاته البيئية، لأن المحصول بينمو، لابد أن هو ينمو في ظروف بيئية، كل مرحلة نمو تيجي في ظروف بيئية معينة. إيه الموسم المناسب؟ الموسم المناسب إحنا داخلين دلوقتي على موسم زراعة القمح، ما هو الموسم الشتوي بتاعنا، بنزرع فيه القمح. ده القمح بتاعنا هنا بيتزرع في الموسم الشتوي تقريبا من متوسط نص 11 بالوجه البحري بيزرع. والإبلي بيستوي في التوقيتات دي ولا؟ الإبلي المفروض فيه إنه بيبكر شوية، ما بين 5 لـ7 أيام، لأن إبلي يبكر شوية علشان المحصول ينضج قبل ارتفاع درجات الحرارة في نهاية الموسم. درجات الحرارة طبعا في نهاية أبريل وأوائل مايو عند الحصاد بتكون عالية جدا في وجه إبلي، إنما في وجه بحر بتكون لسه مرتفعة نسبيا، بس مش زي وجه إبلي. طيب أنا عايز أخد من حضرتك روشيتا، ازاي نعظم الاستفادة من استخدام هذه الطريقة في زراعة محصول القمح؟ ايه ربما الملمح يعني في انماط الزراعة الخاصة بالمحصول المهم جدا ده اللي لسه ممكن تكون مش متبعة بالشكل المطلوب؟ الزراعة نفسها يعني، مش طريقة الزراعة، وضع الحبوب في الأرض. يعني في بعض المزارعين بيبدر الارض وبعدين يقيم المصاطب، في بعض المزارعين يقيم المصاطب وبعدين يبدر، ولكن هي افضل حاجه ان انا اقيم المصاطب وازرع بالسطاره.
أزرع بالسنطرة فوق المصاطب، ودي طريقة سهلة، والسنطرات موجودة في محطات الزراعة الآلية أو غيره، دي أحسن طريقة. فهي طريقة وضع البذرة في الأرض هي دي المشكلة. أقدر أتغلب عليها إن لم يكن في سنطرة، في طريقة المزارعين عارفينها اللي هي بالنقر، منقرة أو الفاس الصغير، أنقر أعمل فتحة وحط فيها التقاوي، بس ما حطش أكتر من 3 أو 4 حبات قمح بس في كل نقرة. والفلاح عارف لما نقول له ازرع عليك الغراب هيعرف يزرعها ازاي، لو ما زرعش بالسطارة يزرع بيه. إنما طريقة البدار ممكن نستعمل طريقة البدار وبعدين أقيم المصاطب، أو أقيم المصاطب بعد نبدر، ولكن دي بيبقى فيها فقد أكبر. طريقة المصاطب دكتور مسعد يعني بتزود إنتاجية المحصول بأي قدر؟ حوالي يعني للفدان بتزوده في حدود 2 أرداب، والمشكله مش او الفكره او الميزه مش انها بتزود المحصول حوالي 2 أرداب، ده الميزه اكتر انها بتخفض استهلاك الميه طبعا بحوالي 25% من الميه اللي ممكن احطها. وافتكر برضو بتخلي المحصول اكثر قدره على مواجهه التغيرات المناخيه. تمام. ما هو لو ما كانش اقدر قدره على مواجهه كما بنقولها الظروف المعاكسه، الظروف البيئيه المعاكسه او التغيرات المناخيه، ما كانش ادى محصول نما كويس وادى محصول عالي. طيب آخر جزئية متعلقة بتوفير استخدام الأسمدة. الأسمدة؟ يعني إلى أي مدى زراعة القمح بالطريقة دي بتساهم في توفير استخدام الأسمدة؟ هي الطريقة دي يعني مش هتوفر في استهلاك السماد، ولكن هيبقى كفاءة استهلاك النبات للسماد أعلى. يعني احنا عندنا ما بنقول نحط مثلا التوصية بتاعتنا بنحط 75 وحدة نيتروجين للفدان بالنسبة للنيتروجين. كفاءة استخدام السماد النبات للسماد في الحالة دي أعلى من أي حاجة، أعلى من أي طريقة تانية. لأن مفيش تنافس بين النباتات، النباتات النمو بتاعها نمو طبيعي والنمو جيد. هل بالفعل في تنسيق حاصل دلوقتي ان يبتدي يبقى في تعميم للتجربه، ما نشوفش بس المناطق اللي نجحت فيها تجربه المصاطب اللي منها الشرقيه؟ يعني هل في حديث عن محافظات اخرى هتجري فيها تجربه في الطريق ان شاء الله؟ احنا عندنا بنعمل حقول ارشاديه على مستوى الجمهوريه، بنعمل ما يقرب من 3500 حقل ارشادي على مستوى الجمهوريه، اكثر من ثلثينهم مزروعين بالمصاطب. يعني بحيث ان احنا في كل انحاء الجمهوريه، يعني اسوان عندها حقول ارشاديه مزروعه بالمصاطب، البحيره، بورسعيد، اسكندريه، القاهره، كل محافظات الجمهوريه عندها حقول ارشاديه مزروعه بالمصاطب. هي اي مسعى جاد لتوفير الميه في المرحله اللي فيها تحديات خاصه بالميه يمكن على مستوى العالم هو جهد مشكور في النهايه، ونتمنى الجميع القائمين عليه بالتوفيق. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مسعد عبد العليم، رئيس بحوث بقسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعيه، شرفتني يا دكتور. شكرا لك. شكرا. دي كانت المحطة الأخيرة في متابعتنا مع حضراتكم النهاردة في من القاهرة، بنشكر لكم حسن المتابعة، نترككم في رعاية الله وأمن، تصبحوا على ألف خير.